العافية جميعا. في آخر محاضرة بالجامعة كانت I think إنه كان عند هذا السلايد إحنا بلشنا نحكي عن الفارماكو إيكونوميكس عن الأبليكيشنز لإله خلينا والنيد للفارماكو إيكونوميكس والفارماكو إيكونوميك إيفالويشن. فا أجين نرجع بس هيك نعمل ريفرشمنت. فارماكو إيكونوميكس and measure if the added benefit of one intervention is worth the added cost of that intervention. فإحنا عم نحكي عن added benefit وعم نحكي عن added cost, والهدف إنه نشوف هل إنه إحنا معنا مشكلة إنه نأخذ the treatment اللي more effective and more expensive, بس إنه يكون إحنا شايفين إنه ال value, يعني إحنا we want to demonstrate the value of health. نشوف شو هي the outcomes obtained طبعاً per expenditures spent. فكبروسيس pharmacoeconomics identifies measures and compares. Identifies مين هي الكوست والconsequences اللي relevant بهذا الevaluation. Measures احنا already بنعرف كيف نتعامل مع الكلينيكال او مع الoutcome, مع الoutcomes يعني in general, وحنرك يعني يمكن quality of life حنركز عليها بهذا المساق. لكن احنا في عنا gap بالتعامل مع الكوست data, وهذا ان شاء الله رح نغطي in details بالسكند شابتر كله عم بيحكي عن ميجرنج اند استيميتنج كوست, لان الكوست داتا زي ما حكينا لها خصوصيه ومختلفه عن الهيلث اوتكمز. المرحله الثالثه او الستيب او الستيج خلينا نقول الثيرد ستيج بالفارماكو ايكونومكس تو كومبير, اللي هي تو ديمونستريت ذا فاليو اوف هيلث. نشوف شو هو الاديشنال كوست بعد ما احنا عملنا له ايدنتيفيكيشن اند ميجرمنت, ومين هو الاديشنال خلينا نقول consequences او outcomes بعد ما عملنا لها identification and measurement, ونشوف هل انه الاديشنال cost is worthy لما انا اقارنه بالاديشنال outcome. طبعا ما انا عم بحكي عن pharmaco economics, اذا انا عم بحكي عن pharmaceutical products and services. typical scenario ان في عنا انا treatment مقارنة باللي خلينا نقول الoptions او الalternatives اللي already موجودة. typical scenario إنه في عنا higher cost أكيد with no advantage or modest advantage. طيب أنا زي ما حكينا من المحاضرة السابقة أنا ما بقدر أعتمد على إنه والله الكوست هاي ولا higher, وال خلينا نقول الأدفانتج أو الأوتكمز خلينا نقول mild difference moderate, لا 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 لا, أنا بدي quantified data. أنا I want to demonstrate the value of outcomes. بدي أشوف إنه شو هي الأوتكمز اللي أنا بحصلها per additional cost. فهذا هو الجول للفارماكو ايكونومكس ديسيجن بسيناريو زي هيك. هو تيبكال سيناريو زي ما قلنا, هلا احنا بالايرا هاي اي تريتمنت جديد بتيجي يا اما انها رح تكون زي اللي اوريدي موجودين, يا اما رح يكون فيها مش هذاك يعني خلينا نقول الادفانتج. هلا انا ما بقول انه الادفانتجز بالادويه اللي بتيجي مش مهمه, بس انا بقول انه احنا قبل ما نعتمدها هاي النيو تريتمنتس وي شود ديمونستريت ذا فاليو اوف هيلث لهاي التريتمنتس اور انترفينشن. بدي اشوف قديش اللي انا شو راح احصل انا بير اديشنال كوست. ليش طب مهم هذا الشيء؟ لانه بتكون with much higher cost. فزي ما حكينا فزي ما حكينا انه الفارماكو ايكونومكس اللي هو بارت من الهيلث ايكونومكس احنا عم نحكي عن cost and consequences, cost and outcome. انا عم بحكي عن full pharmacoeconomic evaluation I should consider both cost and consequences. واحنا قلنا انه في عنا cost تمام and consequences, مع انه pharmacoeconomics لانه ايش يعني concerned with outcomes, هو demonstrate the value of health. الجول للpharmacoeconomics انه يشوف لنا شو الvalue لهي outcomes اللي هي additional. without considering cost and consequences اللي هي without considering both sides of the equation, تمام معناته أنا ما عم بحكي عن pharmacoeconomic evaluations أو full pharmacoeconomic evaluations. هلا if I consider only cost, تمام, إذا أنا بس عم بقيس الكوست وبقارن الكوست أنا ما عم بحكي عن pharmacoeconomic evaluation, مع إنه مش هو اقتصاد صيدلي, بس إذا أنا بس عم بقيس الكوست ويعني if only هو الكوست اللي أنا بعمله identify وmeasure and compare بس الكوست, إذا أنا عم بحكي عن cost analysis. ممكن أسمي partial economic analysis حتى أميزه عن ال full economic evaluation. هلا إذا أنا بس اهتميت if just the right hand side of the equation is measured اللي هي ال outcomes, ساعتها أنا بحكي عن clinical study أو outcome study. فهذا أنتوا already بتعرفوا من clinical trials, cohorts, case controls, كلها أنتوا بتعامل ب clinical أو health أو outcome خلينا نقول يعني different outcomes. فإذا إحنا ما عملنا consideration لل cost برضو إحنا ما عم نحكي عن full
خلينا نقول فارماكو ايكونوميك ايفالويشن. فول فارماكو ايكونوميك ايفالويشن اسينشال كونديشن لحتى يكون هذا فارماكو ايكونوميك ايفالويشن تو كونسيدر بوث كوست اند كونسيكونسز. نيجي نحكي هلا على السكند كونديشن لحتى انه يكون هذا فول فارماكو ايكونوميك ايفالويشن، انه يكون في عندي اتليست تو اوبشنز. لانه انتم شفتوا من الديفينيشن للفارماكو ايكونوميكس عم بحكي عن ايش؟ كومباريزن، عم بحكي تو كومبير، ايدنتيفاي ميجرز اند كومبير، عم بقول اف ذا ادد بنفيت، عم بحكي عن الادد كوست. طيب هي ادد مقارنه بايش؟ اذا لازم يكون عندي انا اتليست وان ريفرنس. عشان هيك احنا شو بنحكي؟ اتليست تو اوبشنز. ممكن يكون مور ذان تو اوبشنز، يا ممكن، بس المينيمم انه يكون في عندي اتليست وان كومباراتور او وان الترناتيف اقارن فيه الالترناتيف اللي انا بدي اعمل له ايفالويشن. فزي ما شفتوا احنا ممكن النيو تريتمنت قارنها بالفيرست لاين اللي اوريدي موجود او الموست كومنلي يوز ان براكتس. طبعا اختيارنا لازم يكون دقيق للكومباريتور حتى تكون الايفالويشن مينينجفول. هلا ان سام سيتويشنز انا ما بكون في عندي خلينا نقول يعني ريزونبل الترناتيف. انا عندي نيو سيرفيس، نيو اميونايزيشن بروجرام، نيو فارماسي سيرفيس، تمام، ما في إلها خلينا نقول ريزونبل كومباريتور. بهاي الحاله بصير اني انا اقارن with versus without، with vaccination program versus without، لانه ما في إله بديل اقارن فيه. اذا بحكي عن فارم سيرفيس ديسشارج كونسلنج اند سو، انا اقارنها بايش؟ بالويذاوت. هلا انا دي صار تو اوبشن سوري، with the product or service طبعا إله cost and consequences، والwithout. هلا الwithout برضه إله cost and consequences. إذا كان cost لإله بس معني relevant cost هو بس cost للprovision، فممكن يكون ما في cost إله يعني لأنه without إحنا عم نحكي، لكن أكيد في إله consequences. بالنهاية أنا في عندي addition يعني additional cost، وفي عندي additional outcome، صح؟ في عندي additional cost، في عندي additional outcome. فمقارنتهم ببعض to demonstrate the value of the product or service. Again إحنا عم نحكي عن إنه لازم يكون في عندي at least two options، تمام؟ حتى يكون هذا full pharmacoeconomic evaluation. وممكن يكون with versus without طبعا إذا كان reasonable. يعني إذا أنا بحكي عن new treatment للhypertension هلا، أجي أقارنها versus without، طب هو أنا في عندي already treatment موجودة. لكن إذا أنا عم بحكي عن new immunization program زي مثلا الكوفيد immunization، طب أنا ما في إله بديل كان أول ما طلع immunization، ما في إله بديل إني أنا أقارن فيه لحتى إني أنا أحسب يعني أحسب الـ additional cost أو الـ additional consequences. لكن أنا بقدر إيش أحسب إنه versus without، وأشوف شو هو الـ additional cost وشو هو طبعا بحالتين هون رح يكون الـ additional savings اللي صارت بسبب هذا الـ immunization program. طبعا كامبورتنس للفارماكو ايكونوميك ايفالويشنز، احنا النيد للفارماكو ايكونوميك ايفالويشن اوريدي احنا حكينا عنه. هاي جاست لايك اكزامبلز على اسئله ممكن يجاوبها and can be addressed by pharmacoeconomic evaluations or analysis. طبعا not limited to these only are examples. Should a new medication be added to the formulary؟ لما أقول أنا formulary again في عنا national formulary اللي هي الأدوية الموجودة بالcountry، في عنا hospital formulary اللي موجودة حسب الhospital، حسب كل hospital بتفرق عن بعض. فأنا على أي أساس بختار أنا هذا الكونديشن إلي more than one treatment؟ ليش أجيب هاد ما أجيب هاد؟ ليش أجيب هذا الدوزج فورم مش هداك؟ هاي الأشياء كلها أنا على أي أساس إنه شو البيسز اللي أنا أخذ عليها الديسيجن؟ إذا ما كان فارماكو إيكونوميك إيفالويشن أكيد في عندي أنا ديفكت بالإنفورميشن without demonstrating the value of health or outcomes. Should a new pharmacy service be implemented؟ pharmacy services جديدة، ممكن أحكي عن medication reconciliation، ممكن أحكي على discharge counseling، ممكن أحكي على admission counseling، ممكن أحكي على home service إنه الفارماسي يروح للهوم للpatient after خلينا نقول discharge. كل هاي new services، طيب هدول لهم cost يا لهم consequences؟ نعم، أنا ممكن أقارنهم versus طبعا without وأشوف إنه طيب إحنا بنعرف إنه هدول بحسنوا outcomes، بس إحنا برضو بنعرف إنه في لهم cost. طيب انا لحتى انا اقنعك تو كونفينس الديسيجن ميكرز انه تو امبلمنت ويكون انه هاي السيرفيسز من السيرفيسز اللي كفرد من الديوتيز للفارماسيست، انا بحاجه تو دمنستريت ذا فاليو اوف ذيس سيرفيسز باي استيميتنج اللي هي اوتكمز اتشيفد بير ايش اكسبنديتشرز سبنت. ف از ذس ايمونايزيشن اور فاكسين بلان كوست بينيفيشال؟
برضه حتى أنا أجاوب على هذا السؤال إذا ما إله بديل، ممكن أنه with vaccination versus without vaccination، وأشوف الـ additional cost والـ additional outcomes، وأنا أشوف إذا كان فعلا هو worthy ولا لا، وأشوف بالنهاية بير مثلا quality adjusted life years قديش عندي أنا الـ cost الـ additional cost، يعني معلومات كاملة بوفرها الفارماكو ايكونوميك ايفالويشنز للديسيجن ميكرز، بحيث انه يكون ديسيجن ميكر ايبل تو تيك ذا ديسيجن. فضروري جدا الفارماكو ايكونوميك ايفالويشن، زي ما قلنا هاي اونلي اكزامبلز اوف كويستشنز ذات كان بي ادريسد باي فارماكو ايكونوميك ايفالويشنز. طبعا ديورينج ذيس كلاس وي ويل كفر فور ميجر تايبس اوف فارماكو ايكونوميك ايفالويشنز، ويل توك اباوت كوست مينيمايزيشن اناليسيز، cost effectiveness analysis, cost utility analysis and cost benefit analysis. هنحكي عنهم كل واحد ونعطيه المساحة الكافية، لأنه كل واحد منهم له applications وله settings بيكون هو فيها more relevant. فما في إنه أنا حسب ال need حسب the question that I want to address، ما في صح وخطأ، بس إنه بيكون واحد منهم more relevant. يعني إذا كان ال evaluation ال outcomes ال quality of life فيها كتير مهمة، أنا بروح على الـ cost utility analysis. إذا كانت لأ الـ quality of life هي يعني ما بتتأثر كثير، يعني لما أجي أقارنها between the two treatments لهم same impact، بقول أوكي ممكن أنا أعمل cost effectiveness analysis. إذا أنا عم بحكي different programs with different outcomes، ساعتها أنا ممكن أروح على الـ cost benefit analysis، لأنه بنقدر إنه نقارن إنه يعني مثلا program للديابيتس مع program للأزمة مثلا. هذه كلها الأشياء راح نغطيها in details، وإمتى مثلاً special time منهم الـ cost minimization، إمتى بنقدر نستخدم وبكون valid إنه إحنا نستخدم الـ cost minimization analysis as a full pharmacoeconomic evaluation. فهي كانت الـ introduction للـ pharmacoeconomics. Pharmacoeconomics is used to estimate and compare cost and health-related outcomes. لاحظوا cost and outcomes for pharmaceutical products or services. The method used in pharmacoeconomic research are borrowed from other disciplines. مين هم الإيكونوميكس؟ تمام؟ جبناهم عملنا لهم إيش؟ Application بالهيلث كير سيستم. وزي ما قلنا في عنا 4 times إن شاء الله رح نغطيهم during this class. هاي كانت الإنترودكشن للفارماكوإيكونوميكس. هلأ بدنا نبلش بالشابتر اللي جدا مهم واللي كلياته معلومات جديدة بالنسبة لإلكم، ابتداء من الترمينولوجيز المستخدمة لكل الكونسبت رح نغطيها بهذا التوبيك. رح نغطي الكوستنج تيرمز، الترمينولوجيز المستخدمة يمكن تعرفوها، يعني ممكن تكونوا انتوا سامعين والله ايش الكلام هاد، يعني الكلمة مرة عليكم، بس انه اللي بهمنا بهذا الكلاس نعرف شو الاكيوريت ديفينيشن لإلها. لما اقول كوست شو هو الكوست، لما اقول تشارج شو هو تشارج، البرايس ايش هو. بعدين حنحكي عن الكاتيجورايزنج للكوست، اللي تايبس اوف كوست، لانه انا لما اقول بروسيس اساسيه بالفارماكو ايكونوميك ايفالويشن تو ايدنتيفاي ريليفنت كوست، طب انا لازم اعرف شو هي انواع الكوست اللي ممكن تكون ريليفنت بهذا السيتويشن. حنعطي مساحه منيحه للبرسبكتيف اوف ذا ستدي، لانه الايكونوميك ايفالويشن يعني is different from clinical studies، أو خلينا نقول ال outcome studies، ال health outcome studies بشكل عام. إنه هي special إنه أنت بأنك بتحكي عن pharmacoeconomic evaluations، أنت بتحكي عن cause and consequences، وبناء عليها في conclusion، وأنا بدي أخذه وأخذ عليه decision. طيب from the point of view of whom؟ ال cost هاي from the point of view of whom؟ ال patients ولا ال healthcare system؟ البروفايدر، الباير، الانشورنس، ما هو الجواب بيفرق والديسيجن بيفرق. فزي ما قلنا احنا التعامل مع الفارماكو ايكونوميك ايفالويشن، التعامل مع الكوست داتا له خصوصيه. فاحنا بهذا الشابتر اللي راح نعطيه ان شاء الله يعني المساحه الكافيه، هدفه اللي هي انه احنا نسد الجابس بالتعامل مع الكوست داتا. بس نخلصه ان شاء الله راح ننتقل للفارماكو ايكونوميك ايفالويشنز، ان ويت وي ويل كونسيدر بوث الكوست اند consequences اللي هي clinical humanistic outcomes. راح نصير 50-50 بين الكوست والاوتكمز التعامل معها، بس بعد ما نغطي هذا الشابتر اللي يمكننا بس انه نصير احنا نقدر نتعامل مع الكوست داتا، نعرف خصوصيتها. طيب حنحكي عن التايمينج اوف كوست ريليتد كونسبت. زي ما قلنا 10,000 10,000 بالتسعينات مش زي ال 10,000 هلا، اكيد قيمتها الشرائيه بتختلف، أكيد بتقل مع مرور الوقت. فضروري جدا نفس الشيء إذا أنا عم بحكي عن 10,000 هلأ بال2022،
طب يعني مقارنة ب10,000 بال2050 مثلا، أكيد بتفرق. فأكيد التايمينج أوف كوست ضروري إنه نعرف كيف نتعامل معه. إن شاء الله راح نتعلم باي كالكوليشنز كيف نعمل، كيف نعمل adjustment للvalues أو للamounts of cost. List common sources for obtaining cost. أوكي، عرفنا شو هي الكوست، شو أنواعها، كيف نتعامل معها، كيف نحدد البرسبكتيف وكيف نعبر عنه، شو أنواع البرسبكتيف. طيب أنا منين أجيب الكوست؟ clinical data, mortality, morbidity، أنا بعرف أجيبها من clinical trials أو من clinical studies. طيب الكوست data منين أنا بجيبها؟ فإن شاء الله هذا كله التوبكس المهمة جدا والأساسية بهذا الكلاس الفارماكو إيكونوميكس، رح نغطيها بهذا الشابتر. طيب نبلش بالترمينولوجيز اللي مستخدمة. كوست، احنا حكينا قبل هيك كوست ريسورسز كونسيومد. كونسيومد معناه انها ايش؟ خلص نو مور افيلابل، كونسيومد استهلكت تو برودوس ا برودكت اور سيرفيس. تمام، قلنا انها بتنتهي باي ذا بروفيجن اوف ذا برودكت اور سيرفيس. بعد هيك بيجينا الكونسيكونسز اللي حكينا اللي هي الاوتكمز او الاوتبوت اوف ا برودكت اور سيرفيس. هلا resources used for one good or service are no longer available for طبعاً to be used for another. خلص consumed، يعني أنا هي التكلفة اللي هي قديش أنا استهلكت resources، هاي إيش استهلكت. طيب يعني cost هو الكلفة، الكلفة to produce a product or service أو to achieve a product or service حسب ال perspective اللي أنا عم بحكي عنه. في costing term كتير مهم إحنا نحكي عنه بهاي المحاضرة اللي هو opportunity cost. بالإيكونومكس يعني لما نيجي نحكي على المبادئ الإيكونومكس، وإحنا قلنا إنه إحنا بالفارماكو إيكونومكس شايفين الكونسبتس من وين؟ من الإيكونومكس. لما نيجي نقول إنه theoretically the true cost تمام of a resource، إحنا بنحكي هلا عن true cost of a resource is its opportunity cost. يعني أنت بتقولي إنه هاي product أو service تمام؟ أول ما بخطر بالك لما أقول لك شو الكوست رح تقولي قديش صار في عنا resources تمام لحتى إنه أنا حصلت أو يعني to provide this خلينا نقول product or service. لكن the opportunity cost هو التكلفة الفعلية اللي هي كdefinition هي the value of the best foregone option or the next best option. إيش يعني the opportunity cost اللي هي يعني لو بدي أعرف لكم إياها in lay language فقلكم هي the loss تمام of other alternatives when one alternative is chosen. مش احنا قلنا انه بالفارماكو ايكونوميك ايفالويشنز دائما احنا شرط اساس يكون في عندي at least two options وانا بدي اقارنهم two alternatives or more alternatives ويكونوا اكثر تمام، انه انا at least في عندي two. طيب the opportunity cost اللي هو loss of other alternatives when one alternative is chosen. مش انا اخترت واحد بالنهايه بناء على الـ يعني البيانات اللي عندي والايفالويشن، انا اخترت ايش option صح. أنا لما يخطر بالي بقول أنا الكوست لإله كان اللي هي resources اللي consumed لحتى أنا يعني to provide this خلينا نقول product or service. لكن opportunity cost بتقول لا، أنت مش هذا اللي دفعته أو اللي أنت خسرته، لا أنت خسارتك الحقيقية هي خسارة ال other options، واللي هي لما أحكي أنا عن ال other options أنا عم بحكي عن ال next best option. دائما أنا لما يكون عندي more than one option أنا برتبهم تصاعديا تنازليا، مين احسن واحد بعدين اللي وراه تمام، بختار انا يوجوالي اكثر واحد بشوفه ريزونبل تمام وبدفع حتى اني انا احصل هذا الاوبشن. هلا الاكشوال كوست يعني لما نقول انه الكوست اوكي هاي اللي انا دفعت لحتى انا حصلت هذا الاوبشن، لكن opportunity cost اللي هي theoretically هي الترو كوست هي عباره عن loss of the second of the next best option. يعني another definition لها مثلا وهي the foregone benefits، البنفيت اللي انا خسرتها that would have been achieved by an option not chosen. تمام؟ the foregone benefits that would have been achieved by an option not chosen اللي أنا ما اخترته. حكي لنا هيك الشغلة برا الفارماسي براكتس معك 10,000 انت 10,000 انت بدك انه يعني مثلا محتار انه مثلا تشتري سيارة فيهم او مثلا تشتري شغل عقار مثلا، خلينا نقول عقار او سيارة مثلا تمام. طيب انت بالاخير سيد انك تشتري مثلا سيارة، انت دفعت 10,000 هي كوست في نظرك اللي resources consumed عشان انت ايش تاخذ السيارة. فبتيجي تقول انه انا اللي resources consumed هي 10,000، لكن فعليا theoretically the true cost هو opportunity cost هو ايش؟ هو قيمة العقار اللي انت خسرته، the loss of
the second or the next best option. تمام؟ when one alternative is chosen. لما أنا اخترت السيارة أنا إيش خسرت؟ المستودع. أنت دفعت أشياء لا بس أنت فعليا إيش خسرت؟ أنت خسرت قيمة the next best option. بالاقتصاد the true cost هو عبارة عن the opportunity cost. طيب ناخد هيك اكزامبل توضيحي، واذا في يعني اذا ما ضلوا يعني اذا كان مش واضح احكوا لي بنرجع بنعيده كديفينيشن. طيب a new clinic required a part-time pharmacist and a currently employed pharmacist was asked to fill in at the clinic اللي هي new clinic as part of his or her duties. طب انا عم بحكي مثلا على مين، خلينا نقول الميجر، خلينا نقول برانش للكلينيك، الفرع الرئيسي. تمام، هلا فتحنا ايش نيو برانش جديد. تمام، طيب انا هلا سواء عم بحكي عن كلينيك او بحكي عن هوسبيتال، انا في عندي فارماسيست اوريدي عم بغطوا بهذا الفرع الرئيسي، في عندي فارماسيست وعم بغطوا وعم بيعملوا ديوتيز لهم. طيب هلا انا من هاي الكلينيك انا صار في عندي نيو كلينيك نيو برانش. هلا شو الخيارات اللي قدامي؟ يعني اول شيء بيخطر بالكم ان انا اجيب ايش نيو فارماسيست واحطه بهالكلينيك لانه هي ضروري يكون فيها فارماسيست، عنده تكلفه هو بالبارت تايم حسب عدد ساعات شغله. فالخيار انه انا اجيب فارماسيست. طب هلا هون بهذا الاكزامبل currently employed pharmacist اللي هو بالفرع الرئيسي، تمام، واحد من الصيادله اللي عندنا الموجودين بالفرع الرئيسي was asked to fill at the new clinic as part of his خلينا نقول duties. هذا ايش كان؟ instead of hiring a new part-time pharmacist for the new clinic. يعني انا ما جبت new pharmacist واللي هو كان المفروض انه يصير ان اجيب new part-time pharmacist لحد يغطي فيها، لا انا بعتت واحد من الفارماسيست اللي اوريدي موظفين وبياخذوا السالري يعني بياخذوا رواتب، بعته من الفرع الرئيسي للنيو كلينك. طيب لما نيجي هون بناء على الكلام اللي حكينا resources consumed، يعني انا ايش اللي انا شو اللي خسرته؟ يعني هل انا نضاف عندي اي فارماسيست ويعني على اللي بنسميه احنا السالري بيرول الكشف الحسابات، هل نضاف عندي اي فارماسيست جديد؟ انا ما جبت نيو بارت تايم فارماسيست وبالتالي زيرو. يعني looks like انه كالنيو كلينيك هاي لو بدي احسب لها التكلفه الجزئيه المتعلقه بالفارماسيست راح تكون ايش؟ زيرو. لكن فعليا مش صحيح هذا الكلام، فعليا الترو كوست هو الاوبورتونيتي كوست. طيب شو هو الاوبورتونيتي كوست؟ اللي هو اللوس اوف ايش؟ ذا فورجان بنفيت. تمام، شو هي الفورجان بنفيت ذات وود هاف بين اتشيفد باي ان اوبشن نوت تشوزن؟ انا لو انا جبت نيو فارماسيست بارت تايم فارماسيست حطيته بالنيو كلينيك، تمام، كان ضلوا الفارماسيست الاساسي هذا موجود عندي بالفرع الرئيسي بغطي بالفرع الرئيسي، يعني بيعمل سيرفيسز وبيعمل خلينا نقول فيلينج بريسكريبشنز بروفايدنج كلينيكال سيرفيسز بالفرع الرئيسي. اذا انا لما بعته على النيو كلينيك انا ايش خسرت؟ انا خسرت قيمته، تمام، بالفرع الرئيسي. وبالتالي انا لو بدي اجي اعمل استيميشن للخساره بتكون هي قيمته الخدمات اللي كان يقدمها وين؟ بالفرع الرئيسي. فهذا الاكزامبل بس عشان نوضح فيه شغله. هلا انا بالفرع النيو كلينيك انا ما بعتت، يعني انا ما جبت فارماسيست جديد وما ضفت على الحسابات اي قيمه فعليه جديده. ليش؟ لانه انا بعتت واحد اوريدي موظف عندي يغطي هناك، فبالبيرول بالتكلفه للنيو كلينيك كجزئيه متعلقه بالصيدلاني بالفارماسيست كانت زيرو. هذا الشيء مش صحيح، لانه انا خسرت ايش؟ خسرت اللي هي الفاليو اوف ذا سكند بيست اوبشن. شو هو السكند بيست اوبشن؟ انه انا ما ابعت الصيدلاني هذا من الفرع الرئيسي واخليه بالفرع الرئيسي يغطي ويعمل فيلينج بريسكريبشنز ويعمل كلينيكال سيرفيسز وممكن يعني السيرفيسز هاي كلياتها تضلها موجوده، وبالتالي انا خسرت قيمه هاي السيرفيسز. فنقرا اللي موجود بس عشان اتاكد انه الكونسبت وصل لكم. The only rate for the pharmacist multiplied by the number of hours spent at the clinic would be used to estimate the اللي هي ال opportunity cost، خلينا نقول a portion of the cost of the new clinic even though no one new was added to the payroll. يعني بقولون طب أنا كيف بدي أحسب ال opportunity cost؟ بقولك إنه شوف للساعات اللي أنت خسرتها من الفرع الرئيسي وضربها ضرب قديش أنت ال salary per hour ال hourly rate، يعني إذا كان هو بغطي باليوم رح طبعا هذا الكونسبت رح نغطيه لقدام. تقولي انه انت عندك السالري كيف تحسب الاورلي ريت؟ كيف تحسب قديش السالري؟ تمام، البيمنت بير اور، تمام، هذا اسمه ايش؟ اورلي ريت. طيب بير، اذا قلنا انه احنا باليوم
كان يغطي 5 ساعات بالفرع الرئيسي، معناته أنت خسرت 5 ساعات، أضرب الخمسة ضرب الأورلي ريت بطلع لك إيش القيمة المادية لهاي ال5 ساعات باليوم، طبعا هذا على مستوى اليوم، عاد احسبها أنت بالشهر، هاي هي الخسارة، هاي الـ opportunity cost. إذا الكوست كدايركت كمونيتري ترانزاكشن ما في، ما ضفنا فارماسيست، لكن كأوبورتونيتي كوست أنا إيش خسرت؟ خسرت خدمات الفارماسيست اللي أنا خسرتها بالفرع الرئيسي. فإحنا ليش قلنا هيك؟ هذا الأوبورتونيتي كوست هو اللي مور، خلينا نقول ريليفانت، لأنه this is because if the pharmacist was not filling at the new clinic he would have been providing other product or services بالميجر كلينيك، اللي هو إيش؟ النكست best option، الفرجان option، الالتيرناتيف not to، يعني اللي هو الالتيرناتيف اللي هي not chosen. فواضح الامور، يعني convincing لكم انه ليش بالايكونومكس، يعني بالايكونومكس بقول لك دائما انت انظر للopportunity cost لانه هو الخساره الحقيقيه. انت اي نعم دفعت فلوس مثلا، او انه انت هاي التكلفه اللي انحسبت عليك تمام، لكن انت فعليا خسرت النكست best option. شو رأيكم؟ convincing لإلكم هذا الكلام؟ طبعا هذا يعني ك theoretical concept، واضح الـ opportunity cost؟ any feedback؟ أعطوني فيدباك حتى أتأكد إنه سامعيني على الأقل، أو إنه الصوت واضح، أو إنه الشرح واضح. سامعينك دكتورة. طيب واضح الكونسبت للـ opportunity cost؟ واضح؟ أنا ممكن أعيده على فكرة مرة ومرتين وثلاث، المهم إنه يكون واضح بالنسبة لإلكم. واضح؟ واضح دكتورة. طيب شكرا. طيب هاي بالنسبة للـ opportunity cost. طيب هلأ رح نبلش نحكي بموضوع كتير مهم، هو الـ cost categorization. طبعا زي ما قلنا احنا بالفارماكو economic evaluations identify, measure and compare. طيب الidentification لrelated cost بهذا الevaluation، أنا بتطلب مني أعرف شو هي الcost أصلاً اللي ممكن تكون مهمة بهذا الevaluation. مين اللي هون رح نغطي؟ حكينا عن الcharges وال في سلايد ما قبل ما نحكي عن الcost، عن الtypes of cost، خلينا نحكي عن الcosting terms اللي إحنا already يمكن يعني بنعرفها. يعني إحنا لهلا غطينا إيش هو الكوست، قلنا الكوست اللي هي resources consumed to produce or to achieve product or service، يعني اللي هي resources consumed حكينا، وحكينا عن opportunity cost. طيب price، charge، billing amounts، هدول كلياتهم synonyms. لما أقول أنا price أو أحكي charge أو billing amount اللي هي الأماونت اللي بتكون بالفاتورة، البرايس اللي هي السعر، أنا لما أروح على الصيدلية أشتري دواء تمام، بتلاقي عليه ستيكر برايس بنسميه، بتلاقي مطبوع عليه السعر صح؟ هذا البرايس اللي هو نفسه التشارج، اللي هو نفسه البيلينج اماونت اللي بتكون لما واحد يروح ادمشن على الهوسبيتال وهو طالع تمام، عند الخروج بيكون في عند ايش البيلز اللي هي فاتوره تمام. البيلينج اماونت هاي هي البرايس وهي هي التشارج. هلا البرايس هي الاماونت اللي تشارج تو اباير، يعني اللي هي الاماونت سواء بحكي عن برايس او تشارج او بيلينج اماونت، هي الاماونت اللي ريكوايرد تمام فروم ذا باير. مين يعني هي من البروفايدر للباير، شو البروفايدر بيطلب من الباير مقابل ايش البرودكت او السيرفيس اللي قدمها. again price charge تمام او البيلينج اماونت هم ايش synonymous، لكنهم not synonymous with the cost. الكوست هي الكلفه، اللي هي الكلفه على البروفايدر، يعني قديش الهوسبيتال قديش فعليا دفعت. يعني بتحكي لي انت ادمشن مثلا، ادمشن طب الادمشن شو كلف الهوسبيتال؟ كلفوا ميديكيشنز، كلفوا ريزيدنسي، كلفوا روم سيرفيسز، كلفوا لابس، كلفوا اكس ريز، فعلا في تكلفه على الهوسبيتال. لما يجي يتخرج البيشنت بيعطيه البيلينج اماونت هاي اللي بالفاتوره اللي هي تشارج اللي هي البرايس، بتكون يوجوال ايش؟ يوجوال ماتش هاير كومبيرد للكوست، وهذا شيء مبرر، مش انه شيء يعني ان ايثيكال، لا هذا شيء مبرر لانه الهوسبيتال اكيد لازم يكون في لها بروفيت حتى تستمر وحتى تغطي ايش الاذر اكسبنسز لها.
لكن أنا الفكرة وين؟ أنا لما أحكي عن فارماكو إيكونوميك إيفالويشن أنا بدي أكون كلير، أنا استخدمت كوست ولا استخدمت تشارج أو برايس اللي هو البيلينج أماونت بجيبه أنا من البيلينج سيستم أو الستيكر برايسز للأدوية، تمام؟ أنا ليش؟ لأنه بيفرق كتير. إذا أنا بدي أجي أقارن الكوست اللي أنا حسبتها بدراستي بدراسة تانية، إذا أنا مستخدم تشارجز أو برايسز وهم مستخدمين كوست لنفس الميديكيشن، فيرست يعني لوك يعني لوك لايك إنه كتير في ديفرنس بيناتهم، لكن فعليا تمام الديفرنس مش لأنه هذاك أغلى، لا، لأنه نوع ال خلينا نقول شو بقولها يعني الأماونت اللي أنا مستخدمها مش not the same. يعني زي ما قلنا البرايس أو التشارج أو البيلينج أماونت هي أول فاليو، أول أماونت بتنطلب من الباير، الباير اللي هو الريسيفر، يعني الباير اللي هو بده يدفع لا زي ما قلنا هو بكون إما البيشنت أند أور ذا إنشورانس. فصار عندنا إحنا الكوست التكلفة الحقيقية على البروفايدر، وفي عندنا التشارج أو البرايس أو البيلينج أماونت. زي ما أنتوا شايفين هذا الإكزامبل في عنا substantial difference بين الكوست على الهوسبيتال وبين إيش الأماونت اللي charged للباير. طيب هلأ usually ممكن إنه يكون في عنا حسب settings طبعا بعد ما ينطلب هذا charge أو هذا billing amount أو هذا price إنه بصير في negotiation. تخيلوا زي الماركت العادي هاي المفاصلة إحنا بنقولها إنه تمام، ممكن بالأخير الباير ياخد discount أو تتقسط الأماونت يعني over خلينا نقول a long period of time. فهي خلينا نقول الديسكاونت بالنهاية اللي راح تندفع الأماونت اللي فعليا راح تندفع من الباير للبروفايدر اللي هو طلب منه بالأول الشارج أو البرايس بنسميها reimbursed amount، من اسمها reimbursed amount. إذا هل reimbursed amount بالضرورة تكون نفسها الشارج أو البرايس؟ لا، إذا في negotiation أو إذا في discount وحتى إذا في تقسيط أحيانا لا ما رح تكون نفسها، لأنه مع التقسيط إذا كانت نفس القيمة فهي مع الزمن بتقل يعني خلينا نقول كفاليو للماني إذا كان طبعا ما في فائدة. فزي ما حكينا إنه ال reimbursed amount مش بالضرورة not necessarily تمام the same or to be خلينا نقول equal اللي هي الشارج، بس أنا المهم إني أنا أنتبه أنا إيش اللي هو الأماونت اللي أنا بستخدمها بالإيفالويشن، هل هي الكوست ولا هي الشارج أو البرايس ولا هي اللي بتيجي بيناتهم هي in between after negotiation اللي هي reimbursed amount اللي فعليا تسدد للبروفايدر للهوسبيتال، تمام؟ يعني الهوسبيتال الكوست عليها خلينا نقول كان للأدميشن 500 تمام؟ طلبت 900 دينار كتشارج، الكوست كان 500 طلبت 900 دينار بالبيلينج، هاي بالبيل يعني بالفاتورة البيلينج أماونت أو التشارج أو البرايس كانت 900 دينار، أوكي؟ الريمبيرس أماونت كانت 750. تيبيكلي يعني تيبيكلي بتكون هاي الريمبيرس أماونت بتكون higher than the cost and إيش lower than the charge أو the price، تمام؟ يعني تلاقي 700 بتكون إيش أقل من التشارج اللي انطلب اللي هو 900، لكنه إيش بكون؟ بكون higher than اللي هو إيش الكوست اللي هو حكينا عنه 500. فضروري نميز إنه هلأ مين اللي نستخدم؟ هلأ ما في صح وخطأ، لكن زي ما حنحكي later on المهم اللي هو الترانسبيرنسي، أنت إيش استخدمت بالضبط؟ عشان لما يجي حدا عشان نشوف الكمباريبلتي between studies وقارن لنا الكوست اللي estimated هون مع الكوست اللي estimated in other studies تكون عارفين إنه شو هو استخدم وشو نحن استخدمنا، تمام؟ حتى ما يكون في عنا misunderstanding أو يعني إنه الكمباريزن تكون أصلا invalid يعني. في واضحين الـ actual cost، الـ charge اللي هي نفسها الـ price، الـ billing amount والـ reimbursed amount اللي بتكون usually higher than the actual cost and lower than the charge. I assume ما إنكم ما عم تسألوا معناته واضحة. طيب نيجي هلا نحكي عن cost categorization. زي ما قلنا ضروري جدا إنه أنا أكون عارفة شو هي related أو relevant cost اللي أنا بحتاج أدخلها بالـ evaluation. هلا خليني هيك على هذا السلايد لاعطي انتروداكشن على كل انواع الكوست بس عشان نميزهم عن بعض. انا في عندي دايركت كوست، في عندي اندايركت كوست، في عندي انتانجبل كوست. طيب دايركت كوست بنفر انه انا عم بحكي دايركت، تمام؟ اذا انا عم بحكي عن مونيتري ترانزاكشن،
إيش يعني monetary transaction؟ يعني في حركة بالفلوس انتقلت من payer لprovider، أو بديش أقول payer provider، في انطلقت من طرف لآخر، تمام؟ طيب هاي إحنا هون عم نحكي عن إيش؟ عن direct. ليش؟ لأنه فيها monetary transactions. يعني شو يعني monetary transaction؟ أنا بقدر أطلع فيها بيل، بقدر أطلع فيها فاتورة، في حدا دفع لحدا يعني، أوكي؟ طيب في هلا دايركت ميديكال ودايركت نون ميديكال. من اسمها انا لما اقول دايركت ميديكال، المونيتري ترانزاكشن اندفعت لحتى انه ايش تو يعني اندفعت دايركتلي فور ا ميديكال برودكت اور سيرفيس، لميديكيشن، للابس، ل اكس ريز، لادميشن، المهم لشيء ميديكال. يعني سبب الفاتوره هاي كان شيء ميديكال. دايركت نون ميديكال من اسمها المونيتري ترانزاكشن هاي تمت، تمام، فور ا برودكت اور سيرفيس بطبيعتها ان نيتشر نون ميديكال. طب ليه انا بدي احسبها؟ لانه هاي النون ميديكال برودكت اور سيرفيس از ريكوايرد فور ذا ميديكال كونديشن اور انترفينشن. يعني هيك بس اكزامبل بسيط توضيحي، انت عم تحكي لي عن تريتمنت ات هوسبيتالز وانا بحاجه لترانسبورتيشن. هلا الترانسبورتيشن في مونيتري ترانزاكشن، يا في مونيتري ترانزاكشن دفعت، اوكي. طيب هي عشان للترانسبورتيشن دايركتلي، يعني بمعنى انها دايركت للترانسبورتيشن اللي هي بطبيعتها نون ميديكال، بس انا ليه دفعتها؟ انا ليه طلعت بهاي الترانسبورتيشن بروسيس؟ انا ليه دفعت للترانسبورتيشن؟ عشان ايش؟ اروح اخذ الميديكيشن. طيب هاي دايركت نون ميديكال، تمام، تو اتشيف ايش؟ ذا ميديكال برودكت، سوري، ذا ميديكال برودكت اور سيرفيس. سوري وين احنا؟ اوكي، to achieve the medical product or service. Indirect cost. لما أجي أحكي أنا indirect cost، أنا مالي عم بحكي عن loss in productivity. هلأ ما في monetary transaction لأن أنا ما عم بحكي direct. ونفر إنه أنا ما عم بحكي direct، أوكي، ما فيش billing amount، فيش يعني monetary، فيش فلوس اندفعت إنه والله أنا أحسبها من خلال الفاتورة. لا، indirect cost ما في monetary transactions، لكن في loss، في loss، تمام. Indirect cost دائما تربطوها، لما تشوفوا كلمة indirect نربطها بـ loss in productivity because of the medical illness or intervention. بقول إنه والله اللي ماشيين مع هذا، اللي عندهم هذا الديزيز مثلا ماشيين على treatment معين، productivity لإلهم هيك مقارنة مع قبل ما يكونوا ماشيين على هذا، أو إنه لما الناس اللي ماشيين على treatment تاني. لما اجي احسب البيردن للديزيز اشوف البرودكتيفيتي للبيشنتس، اوكي، قديش انها قلت بسبب هذا الديزيز. وهنا احنا هنا رح نحكي عن ايكونوميك برودكتيفيتيز، وان شاء الله لقدام رح نحكي هاو تو استيميت الاندايركت كوست، كيف انه نعمل استيميشن للاندايركت كوست ونحسب قديش اللوس ان برودكتيفيتي بيكوز اوف ا ميديكال ايلنس اور خلينا نقول انترفينشن. هلا الثيرد تايب هذا اللي شوي هيك عليه كلام، اللي هو الانتانجبل كوست. الانتانجبل كوست ككوست كاتيجوري موجوده، اللي هي الكوست اللي هي ريليتد للفيلينجز، الجريف، السفرنج بسبب الكونديشن او التريتمنت، الانكزايتي، الجريف والسفرنج، الفيلينجز، هذا اللص على جانب الفيلينجز بطبيعته انتانجبل. انا بقول انتانجبل اذا انا عم بحكي عن شيء غير ملموس. طيب هو بطبيعته نون فاينانشال، لكن هو لص بالنهايه، هو خساره، خسارة للبيشنس. والبيشنت يعني لو تيجي تقول له انه قديش تدفع عشان انه انت تتحسن السفرينج او الجريفز او المعاناة اللي عندك، بقولك انا بدفع يعني certain amount، معناته انه انا هاي from the point of view of patients بتعادل monetary value. عشان هيك احنا بنسميها cost. لما نيجي نعبر عن الكوست بنعتبر انه هاي اللوس بالفيلينجز والسفرينج بنعتبرها واحدة من الانتانجبل كوست، سوري، واحدة من اللي خلينا نقول الكوست كاتيجوريز اللي مهمة بالفارماكو ايكونوميك ايفالويشنز. ممكن نعتبرها ككوست ولقدام، بس ممكن برضو انه نعتبرها هاي الانتانجبل كوست ندخلها بالكواليتي اوف لايف ونعتبرها كاوتكم. لكن لهلا ات ذس بوينت انا بهمني تعرفوا انه في عندي انا دايركت كوست، لما بدي اجي انا احسب او افكر بالكوست اللي ريليتد لميديكيشنز، لميديكال ايلنس او انترفينشن، أنا بدي أعرف إنه في direct medical cost. ممكن يكون في عندي significant direct non-medical cost. هنحكي عن كتير examples فعلاً مهمة. أحيانًا لما نقول أنا عشان هذا التريتمنت أنا بدي special diet. طيب الدايت هو non-medical، بس أنا ليش بدي إياه عشان هاي التريتمنت؟ هذا direct non-medical.
دفعت monetary transaction لأحصل لن medical product or service required للميديكال condition. لما بدي أفكر إنه قديش أنا الإمباكت للإلنس أو التريتمنت على البرودكتيفيتي، لأنه هاي economic loss. إذا أنا عم بحكي عن واحد employed صار عنده loss of productivity، في عنده loss فيش monetary transactions بس في عنده loss، خاصة إذا أنا بحكي loss للسوسايتي بشكل عام. الانتانجبل كوز زي ما حكينا هي اللوس على جانب الفيلينج السفرينج المعاناة اللي طبعا بيعاني منها البيشنت. في أي سؤال؟ واضحة الأمور؟ واضحة دكتورة. طيب أنا بتمنى يعني أنه يكون سكوتكم بهذه المحاضرة هو دليل على أنه أنتوا كل شيء مفهوم بالنسبة لكم، لكن again please أنا يعني مع أنه هذه المحاضرة should be asynchronized بحيث أنها تكون مش متزامنة، أنا بهمني أنها تكون متزامنة لكم أنتم عشان تكون interactive، عشان أنا أضمن أنكم تحضروا معي وأنكم تتابعوا معي أول بأول. فهذا هو الهدف من أنا عملت المحاضرة الأونلاين اللي هي هلأ للشعبتين اثنين وأربعاء إنها تكون متزامنة بهذا الشكل. طيب خلينا التسجيل عشان ما ننسى، وأكيد يعني أي سؤال رح نكمل بالمحاضرة القادمة.